حكينا بقى عن مقابلة كابتن محمود الخطيب واللي حصل والكواليس. أنا كنت عاملة تابلو الأهلي من السنة اللي فاتت، كنت خلصته في شهر 10 تقريبا، عشان كده هو 10 نجوم بس مش 11. بس أنا كنت ده هاند ميد بقى، من يعني أخذ منك بالظبط وقت طبعا. طبعا هو أخذ حوالي 3 شهور وشوية كده. هو ده أكبر عمل فني ليا من ساعة ما بدأت شغلي، وهو يعتبر الشعار الأول والوحيد في مصر والعالم كله اللي معمول بالفن ده وبالحجم ده، فهو كان اكبر حجم. انت ممكن انا تروحي تزودي النجمه يعني، ان شاء الله في ال 12 هنزود النجمتين. كل سنه في المشوار. كان وعد ليهم ان شاء الله في ال 12 هنروح نزود النجمتين مع بعض. هيكفي بس يا كريم والله. هيكفي هيكفي. هي دي مشكله ان احنا كتير قوي، فمش عارفين هنحط فين ولا فين بقى. قال لك ايه بقى كابتن بيبو؟ هو طبعا انا من شهر 10 بحاول اوصل للنادي لحد ما حصلت صدفه، يعني كل حاجه بوقتها، دي حاجه انا معتقداها. فرحت له النادي وكانت المقابله يعني جميله جدا وحاجه ما تتوصفش خالص. هو اصلا من الصوره شكله مبسوط فعلا، يعني مش هو انبهر. وواضح انه مبسوط فعلا. هو انبهر جدا بيه، ولما عرف مثلا التابلو بيحتوي على فوق ال 1800 شريحه ورق، فكان منبهر جدا بيه، وان هو ده نوع فن جديد وغريب شويه، وان هو فعلا يعني اكبر حاجه انا عملتها في شغلي لحد دلوقتي، ويعتبر هو شعار نادي الاهلي الوحيد اللي بالفن لف الورق في مصر وفي العالم العربي بالحجم ده. موجود دلوقتي في النادي موجود في بيتهيألي على ما اعتقد ان هو في غرفه الاداره بتاعه النادي الاهلي. يا سيدي يعني حاجه جميله. طب انت مخططه لنفسك ايه؟ مفكره في المستقبل ازاي؟ بص هيك، هو انا الواحد بيحاول يشتغل، ويعني بيحاول يشتغل على قد ما يقدر وعشان يوصل لنتيجه هو نوعا ما راضي عنها. انت بتعملي حاجه تانية غير الفن؟ يعني هل ليكي مثلا وظيفه معينه؟ انا بشتغل بس ده حديثا، يعني كنت مركزه في الفن فقط، وشاركت في معارض كتير تبع الدوله واكثرها تبع وزاره السياحه والاثار. بنزل المتاحف بالشغل وبعمل ورش عمل وكده، بس انا طبعا طموحي اعلى من كده بشويه. نفسي يكون البراند عالمي مصري مش مصري فقط يعني.